فيديو جديد من قبل ما تشتري الفيديو ده احنا بنتكلم فيه عن البارفانات قبل ما سيادتك تنزل تجيبها وانت مش عارف عنها اي حاجه في اي حاجه وتلبس في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان فيديو النهارده هنتكلم عن برفان مشهور جدا بقاله سنين وسنين في السوق كارتي ديكلاريشن من سنه 1998 هنتكلم عن الاوريجينال خالص اللي هو نزل الاول اللي هو تركيز الاي دي تي اللي بعد كده حصل عليه لانكرز كتير وحصل عليه شويه ريفورميليشنز والكلام ده فهنتكلم عنه في الدقايق الجايه بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزع الخنفاري واحده سبسكرايب اكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها واعمل لها ريفيو او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي برضو الخنفري على الانستجرام والخنفري دلوقتي موجود في مصر ممكن تطلبه عن طريق صفحه الفيسبوك والخنفري دلوقتي بيحضر لمفاجاه كبيره في الفتره الجايه ويلا بينا نبتدي الفيديو نبتدي الفيديو ده باول حاجه عن كارتية ديكلاريشن ايه حكايه البرفان ده وايه الوضع فيه بالظبط اولا البرفان ده نزل 1998 فبقاله اكتر من يعني يمكن 25 سنه ولا حاجه موجود دلوقتي في في الاسواق والبارفان عمل ضجة جامدة أوي أول ما نزل ويعني ليه مدرسة خاصة كده وليه محبين وطبعا ماركة كارتيه بشكل عام ليها محبينها أنا شخصيا مش من محبين كارتيه الحاجة الوحيدة اللي بحبها من كارتيه هي الساعة كارتيه تانك لمحبي الساعات يعني دي الأيتم الوحيد في كل منتجات كارتيه اللي أنا يعني ممكن أقول إن ده فعلا حاجة تستحق غير كده أنا ما بحبش بارفانات كارتيه بشكل عام ولكن البارفان ده يستحق الاحترام يستحق إن أنت تحطه في اعتبارك كاقتناء كمان لأن ريحته كومبلكس كومبلكس بمعنى إن هو يعني معقد شويه ولكن باخراج جميل فالبرفان انت بتاخد منه ايه البارفان انت بتاخد منه بيتر اورنج او يعني تحس ان هو فيه لزعه البرتقال اللي هو اللازع ما اعرفش بصراحه بيتر اورنج ده بالعربي تترجم ايه بالظبط ولكن هو البرفان في لزعة فيه لزعه كده وفي فيتفر وفي حتى يمكن في الدراي داون كمان فيه شويه جلد فالبرفان تحس ان هو كومبلكس قوي ولكن الـ الـ الوصف بتاع البرفان تقدر تصنفه ان هو وودي فلورال وودي فلورال معناها ان هو خشبي شويه وفلورال ولكن اللي بتاخده منه عكس الوصف اللي هم بيوصفوه اللي بتاخده منه بتحس ان هو شويه سيترسي على شويه ان هو بيتر او لازع او ان نوتة البتر البيتر اورنج وال اللي فيه بتخليه ان هو يعني مش مستساغ لمعظم الناس مش بقول ان هو وحش ولكن اقول ان هو مش مناسب لكل الاذواق بما فيهم انا انا بالنسبه لي ده مش من البرفانات المحببه وفي ناس كتير بتعشق البرفان ده وفي ناس كتير ما بتقبلوش. انا من ضمن اللي ما بيقبلوش فالبرفان ده ما ينفعش تشتريه وانت مش عارفه ما ينفعش ان انت تثق ان انت تجيبه كده وانت ما جربتوش قبل كده نصيحتي ليك جربه ولكن جودته ممتازه البرفان كومبلكس البرفان مميز وريحته مش هقول لك ريحته وحشه ولكن غير مالوفه او ممكن ما تعجبش بعض الناس نروح لتاني حاجه تعرفها مع البرفان ده الا وهي الفيرسيتيليتي تعدديه استخدام البرفان ده تستخدمه امتى وفين وازاي وايه الفصول المناسبه لاستخدامه والبرفان ده بيعتبر ان هو اول سيزون يعني تستخدمه في اي وقت واي مكان كاجوال فورمال صيف شتاء ربيع خريف ولكن بيلمع قوي في الاجواء المعتدله المعتدله مثلا يعني لو في فصل الصيف الجو مش حر قوي البارفان ده جميل لو في فصل الربيع البارفان ده بيرفكت لو في فصل الخريف والدنيا لسه ما غش... ما بقتش غشيمه قوي في الساعة يبقى البارفان ده ممتاز فده من ناحيه الفصول او الاجواء نيجي بقى لحته ان هو فورمال ولا كاجوال انت ممكن تستخدمه كفورمال او ككاجوال في ناس بيلبسوا بدل بيستخدموا البارفان ده في ناس بينزلوا كاجوال تماما بيستخدموا البارفان ده فهو من نقطه الفرستيليتي بيديلك فيرسيتيليتي عاليه قوي ولكن تحطه في اعتبارك حاجه واحده بس ان البرفندا مش مناسب للفئات العمرية الصغيرة يعني لو انت حاجة 12 سنة 18 سنة 19 سنة 20 21 كلام ده يمكن تعيد النظر شوية في البرفان ده او يعني تتأنى شوية مع البرفان ده لانه مش مناسب قوي لما تحت ال 25 سنة دي مش قاعدة ولا حاجة كل واحد طبعا حر في اختياراته وحر في ذوقه ولكن في المطلق يعني ريحة البرفان ده محتاجة حد يعني ايه نبقى ناضج شوية او ملم شوية بهو به بيستخدم انهي برفان وفي انهي مواقف فالبرفان ده يعني ايه اقدر اقول ان هو مش للتين ايجرز او مش الفئة اللي هي حاجة 12 سنة نروح لنقطة تانية مع البرفان ده قال هو عامل اطراءات السيدات، هل السيدات بيحبوا البرفان ده ولا لا؟ طبعا يعني البرفان ده من ساعة ما نزل وهو كان عامل ضجة جامدة قوي وليه محبين وليه شريحة عريضة جدا من الناس بتحبه. فهل لسه الوضع كما هو عليه من حتة الاطراءات؟ هو بالفعل البارفان ده بيجيب لك اطراءات وحتى لو ما جابلكش اطراءات بيلفت الانتباه لأن ريحته زي ما قلت لك غير مألوفة وفي بعض الناس ما بتستسغ ما بتستسغش الريحة دي. فده لوحده كفيل ان هو يخلي الناس تسألك انهي برفان ده؟ يخلي الناس تدي لك كومنت. مش لازم كومنت ايجابي او سلبي ولكن البرفان بيبقى ملفت فده شيء يحسب للبرفان ده لو عايز تعتمد عليه في حتة الاطراءات اقدر اقولك ان انت ممكن تعتمد عليه ولكن ده يرجع للذوق العام اللي حواليك لان البرفان ده زي ما لك مش لكل الناس ومش مرضي لكل الاذواق نروح لنقطة مهمة جدا مع البارفان ده الا وهي اداؤه، اداء البارفان ده محترم جدا، أه ناس كتير بتصنفه كمان ان هو اداء قوي، انت بتتكلم على من ستة يمكن لسبع ساعات ويمكن اكتر كمان من الثبات، الفواحان بتاعه بيبقى كويس، البرفان الباكج بتاعه الاداء بشكل عام بتبقى كويسة، وحط في الاعتبار ان البارفان ده قديم وال... يعني هو ممكن اقول ميال شوية ان هو يبقى اولد سكول او دلوقتي بقى اولد سكول يعني التسعينات خلاص بقت من من زمن الزمن آه عدى عليها سنين يعني، فتحس ان البارفان برده ليه حته إن الاداء بتاعه مناسب مخلياه ان هو محبب لبعض الناس فمن حته الاداء تعتمد عليه وتعتمد عليه بشده كمان لان البارفان ده مش هيخذلك في حته الاثبات ولا فوحان ولا اداء بشكل كبير نروح لاخر حاجه مع البارفان ده الا وهي سعره سعر البارفان ده عامل ازاي دلوقتي طبعا سعر البارفان ده يعني تطور على مدار السنين ولكن دلوقتي ممكن تلاقيه حوالي 100 وشويه دولار للازازه الازازة اللي هي 50 مللي اعتقد فال100 مللي منه اعتقد الاكويفلنت بتاعها دلوقتي بقى ب 100 حاجه و على ما اظن يعني انا مش متابع اسعاره بصراحه لان البرفان ده انا مش يعني مش من محبيه او مش من مشجعينه قوي فهل تجيبه ولا لا دي حاجه ترجع لك انت البرفان جميل محترم يستحق الانتباه ويستحق الاقتناء لو انت بتحب ريحته طبعا قيمة مقابل سعر برضو جودة بتاخدها جودة محترمة جدا جودة كارتيه بشكل عام من من الجودات الكويسة وما تاخدش يعني تقييمي ليه ان هو ده الصح المطلق ولا تاخد تقييم اي حد ليه ان هو الصح المطلق ولكن انا بنقل تجربتي انا مع البرفان ده تجربتي المتواضعة مع البرفان ده ان هو برفان يعني مش مش مستساغ لمعظم الناس ومش يعني مش محبب او مش من الحلو ان انت تجيبه وانت مش عارفه فجربه الاول قبل ما تشتريه لو كنت عارفه جربوا بقالك سنين يبقى خلاص توكل على الله هاتوا تاني وثالث ورابع وعاشر لو ما تعرفوش يبقى لازم الاول تجربه وتستوعب انت تشتريه ولا لا وبعد كده تقرر اذا كنت عايز تجيبه ولا تبعد عنه